مشاهدينا لمزيد من الاقتراب أكثر لموقع الحدث ولقلب الحدث، معنا دكتور زوسر تيتو عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا بك معنا دكتور زوسر. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بالسادة المشاهدين. دكتور، في البداية يعني تقييمك الشخصي لجلسات المنتدى منذ بداية افتتاحه وحتى الآن. في الحقيقة المنتدى يعني مبهر ومنظم بصورة يعني مشرفة جدا لمصر ومشرفة حقيقي للجمهورية الجديدة. المنتدى بيحمل كل الناس من كل الجنسيات، يعني طول الجلسات وطول الوقت حوالينا ناس من كل البلاد، حوالينا ناس بنتكلم معاهم من كل حتة. المكان منظم جدا، الناس بتتواصل مع بعض بصورة مبهجة وبصورة بسيطة وبصورة جميلة جدا. طبعا الجلسات نفسها دي بقى يعني الإثراء والجلسات، كم المعلومات وكم الناس المؤثرة والقادة الدوليين والقادة الموجودين في كل الجلسات، حاجة الحقيقة مبهرة جدا. نعم صحيح، يعني سيل وتدفق معلوماتي وثقافي وتنويري بشكل رائع يعني وملحوظ في منتدى شباب العالم. أنت تحدثنا عن التنظيم والإدارة، وفكرة العمل التطوعي للشباب فكرة مهمة جدا يجب أن نلفت إليها. في الحقيقة كم كبير من الشباب متطوعون للعمل ولخدمة هذا المنتدى، وبالتالي جاء الحدث بهي مشرق بشبابه المتطوع لإدارة طبعا وتنظيم هذا الحدث، كيف وجدت هذه الفكرة؟ بالطبع ده حقيقي جدا، يعني الروح الموجودة في المكان بسبب روح البهجة وروح التفاؤل اللي موجودة عندنا كشباب كلنا، يعني كل الحاضرين والشباب المتطوع المنظمين، وطبعا بالخصوص شباب البرنامج الرئاسي من الناس القائمين على تنظيم الفعالية وتنسيقية شباب الأحزاب، وحتى كل الناس وكل الأجانب. الروح جميلة جدا والإخاء جميل جدا ما بين الناس كلها، ده واضح قوي في المنتدى الحقيقة، حاجة حقيقي مبهجة. نعم، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين طبعا حاضرة في هذا المنتدى بخصوصية هذا المشروع الشبابي المهم في هذه المرحلة التي تمر بها مصر. ماذا تقدم التنسيقية في المنتدى هذا العام، وما المشاريع التي تقومون بالعمل عليها في هذه المرحلة؟ بالطبع ده حقيقي، تنسيقية شباب الأحزاب موجودة حتى من الجلسات التحضيرية قبل المنتدى، طبعا ورش العمل والجلسات التحضيرية كل ورشة بتبقى موجودة، بتبقى التنسيقية مشاركة فيها بقوة جدا من الممثلين بتوع من التنسيقية، بيشتغلوا بيقترحوا اقتراحات، بتبقى الاقتراحات يتم صياغتها بصورة أكثر احترافية وبصورة بصياغه مظبوطه بحيث تبقى موجوده في الجلسات الاكبر. فمشاركه التنسيقيه من قبل حتى بدايه المنتدى من الجلسات التحضيريه، في المنتدى نفسه التنسيقيه موجوده كل الممثلين وكل السادة المسؤولين، منهم نواب محافظين، منهم اعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ من التنسيقيه، وكمان شباب التنسيقيه كلنا موجودين، كلنا بنتكلم مع اصدقائنا من كل دول العالم عن على المشروع وعلى المجال السياسي الموجود وعلى مدى تنظيم ومدى طريقه تنظيم المؤتمر والمنتدى وكمان التنسيقيه. نعم، هذا يقودني إلى سؤال، إلى أي مدى الشباب الذي يعني أنت تحتك به خلال يعني أيام المنتدى قادر على فكرة احتراف صناعة مثل هذه المنتديات؟ بالطبع ده حقيقي، يعني الشباب من كل البلاد منبهرة جدا بمدى الطريقه البسيطه تمام، ان احنا كلنا بنبقى موجودين في نفس المكان، السيد الرئيس شخصه بيتمشى في اروقه المكان، الساده الوزراء، الساده المسؤولين، كل الناس بتقدر تتكلم، كل الناس بتقدر تعبر عن نفسها. فالحقيقه النموذج مبهر، وكذا حد من البلاد
أجنبية وبلاد تانية منبهرين جدا ويتمنوا يبقى موجود عندهم نموذج زي ده في بلدهم. نعم دكتور زوسر تيتو، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الكريمة من حضرتك.